السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. الفيديو اليوم عن مشتريات المواد الكيك. هنا عندي اول شيء الويبو، اشتريتها يعني كرتونة، سعرها 42 ألف، ومثل ما قلت لكم هذا اللون الاصفر، يعني هي زينة بس الفرق انه شوية خفيفة تصير. وعندنا هنا كريمة تخفق، هاي انا ما مجربتها، قلت اجربها. 3.5 سعرها. وبعدها هاي عجينة السكر فو، سعرها 5000. جبت اللون الأحمر واللون الأسود، مثل ما قلت لكم أنا أستخدمه بالمجسمات لأن كل الزينة يعني تنشف بسرعة. وعندنا هذه نسلة أوبوليتا، 9000، 1.5 كيلو، كل الزينة نوعيتها. وبعدها اشتريت هذا الخفاقة بوش، هاي سعرها 18600 واط. طبعا يعني يقولون عليها كل السريعة فحبيت اجرب. وهنا عندي هذه قطع الورق، العفو قطع ذهب، هذه قطع الذهب تتزين بها الكيكة، هيك يكون شكلها. سعرها 12000، اكو منها اللون الفضي وهذا الذهبي. وهذا مروار فضي، يعني مو شفاف، فضي بيلمع كلش حلو من يتلون. طبعا انا هيك يعني ما مجربته، مخليته على الكيكه، بس مجربته انه ملونته لون وردي او بنفسجي او سمائي، يطلع كلش حلو بلمعه. هذا سعره 15000. وبعد هذه فورمه الحصيره، انا عندي بس حجم صغير، هذه حجمها كبير، سعرها 1000 دينار. وهذا البخاخ اليدوي او يسموه منفاخ، وبعضهم يسموه بام اعتقد، هيك يعني يتخلى بالترتر او اي لون، ونسحبها من هذه ومنها يطلع، يعني نظل نبخ على الكيكة. هذا سعره 9000. وبعد هاي عندنا السفنجة، هاي السفنجة سعرها 5000، هاي تستخدم لل يعني هيك نرقق فيها البتلات مالت الورد. كلش مفيدة للي يسوون ورد من عجين السكر، يعني تفيدهم، يعني اللي شغلهم أكثر شي بورد العجين السكر. هنا عندنا هذه السيليكونة، سيليكونة الضفاير، كلش حلوة طبعا هاي النقشة، وهاي سعرها 6000. وهذه سيليكونة الأحرف، الأحرف الكابتل والسمول والأرقام الإنجليزي، وحتى علامة الاستفهام والتعجب والشفايف والشوارب، وهاي تاج، يعني كلش حلوة وحجمها يطلع حلو، يعني لا كلش صغير ولا كبير. هذه سعرها 7000. وهاي سيليكونة الطوبات، طبعا هاي كلش حلوة، راح اسوي لكم ان شاء الله فيديو عنها، حلويات كلش طيبة وشكلها كلش حلو بيها، سعرها 6000. وهذا الكليكوز، هذا 1 كيلو، هو الكيلو 4000. وهذه كانت مشترياتي للكيك طبعا، وهاي المواد اللي اشتريتها مال الكيك من مطيبات الفرح بالشارجة بسوق المطيبات، وهذه الصفحة مالتهم،
يعني إذا حابين تراسلونهم أو يعني عندهم توصيل. وأتمنى يعجبكم الفيديو، ولا تنسون تشتركون بقناتي وتسوون لايك وتضغطون على زر الجرس حتى كل فيديو أنزله يوصلكم إشعار. ومع ألف سلامة.